تايلاند والسعودية، وقصة الماسة الزرقاء أكبر جريمة سرقة في تاريخ السعودية. بدأت الحكاية سنة 1989 في قصر الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز آل سعود في الرياض. كان في عامل تايلاندي اسمه كارين كيراي تشيمونج بيشتغل في القصر، وفي رحلة قام بيها الأمير فيصل وأسرته خارج السعودية، خطط العامل التايلاندي لسرقة أغلى المجوهرات من خزنة الأمير. وعلشان يقدر يسرق الخزنة كان لازم يعرف السيستم الإلكتروني، فابتدى يتقرب لخدم القصر ويكسب ثقتهم، وفعلا قدر يصاحب حارس الأمن الإلكتروني الفلبيني. مع مرور الوقت قدر العامل كارين كيراي تشيمونج يعرف أرقام السيستم جهاز الإنذار السرية ويحفظها الموجودة في القصر، بعد ما دخلها قدامه حارس الأمن بعفوية. من هنا نقدر نقول إن دي كانت بداية تنفيذ الخطة. وفي ليلة قدر تشيمونج يدخل القصر ويطلع أوضة الأمير فيصل ويكسر خزنة المجوهرات ويفتحها ويبدأ يسرق منها أغلى المجوهرات ويحتفظ بيها في أكياس ملابس. مش بس كده، ده كمان كان بيشحنها لتايلاند عن طريق شركات شحن جوي، وعشان يقدر يعدي الشحنات الكبيرة من الجمارك كان بيسيب ظرف جوه كل شحنة وفيه مبلغ من المال، ويكتب على الظرف برجاء عدم فتح تلك الشحنة. والفلوس طبعا كانت رشوة بياخدها مسؤولين الجمارك ويعدوا الشحنة. الغريب في القصة انه فضل يسرق الخزنة لمدة شهرين كاملين من غير ما اي حد ينتبه لي خالص، واخر مجموعة من المجوهرات خدها معاه العامل كارين كيراي تشيمونج وهو مسافر بنفسه على تايلاند قبل ما يرجع الامير فيصل واسرته من رحلتهم. وفي النص الثاني من شهر فبراير 1989 وصل الامير فيصل مع اسرته قصره واكتشف السرقة اللي حصلت، وتقدر وزن المجوهرات المسروقة حوالي 90 كيلو جرام ما بين أساور وساعات مصنوعة من الذهب وزمرد وأحجار كريمة وماس. ومن بين المسروقات كان في ماسة زرقاء نادرة جدا ثمنها لوحده حوالي 20 مليون دولار أمريكي. عرف الأمير فيصل أن السارق هو العامل كارين كيراي، وتواصلت السلطات السعودية مع السلطات التايلاندية عشان يرجعوا المسروقات. وفي 10 يناير 1990 تم القبض على كارين كيراي واعترف بجريمته وسلم اللي اتبقى معاه من السرقات كلها، واتحكم عليه ب5 سنين سجن. بس القصة ما خلصتش هنا، بدأت قصص أكبر وصلت لجرائم قتل ومقاطعة بين الدولتين. تعالوا نعرف ايه اللي حصل. اللي حصل ان الأمير فيصل لما استلم المجوهرات لقى ان اقل من 20% من المجوهرات هو بس اللي حقيقي، وباقي المجوهرات مزيفة. كمان الماسة الزرقاء مش موجودة. رجعت تاني السلطات السعودية تتواصل مع السلطات التايلاندية، وضغطوا عليهم لحد ما وصلوا لاتفاق ان السعودية تبعت بعثة أمنية دبلوماسية تحقق في الموضوع ده مع شرطة تايلاند. ولما بدأ الوفد السعودي التحقيقات في القضية في تايلاند اكتشفوا تورط عناصر كتير في السرقات، منهم مسؤولين كبار من الشرطة وأسماء مرتبطة بالقوة السياسية حزبية وأسماء مرتبطة بالقصر الملكي التايلاندي. رجعت تاني السلطات السعودية تتواصل مع السلطات التايلاندية عشان يحققوا في القضية دي، وضغطوا عليهم لحد ما وصلوا اتفاق ان السعودية تبعت بعثة أمنية دبلوماسية تحقق في القضية بنفسها مع شرطة تايلاند. ولما بدأ الوفد السعودي التحقيقات في القضية في تايلاند اكتشفوا تورط عناصر كتير في السرقات، منهم مسؤولين كبار من شرطة تايلاند وأسماء مرتبطة بقوة سياسية حزبية وأسماء مرتبطة بالقصر الملكي التايلاندي. هنا بدأ المسؤولين اللي انكشف أمرهم ينفذوا سلسلة من جرائم الاغتيال استهدفوا بيها الوفد السعودي الأمني اللي مشارك في التحقيق، واغتيل الوفد واحد ورا التاني بنفس الطريقة، طلق ناري من عناصر مجهولة، وتتأيد الحادثة ضد مجهول، منهم عبد الله البصري وعبد الله الملكي وفهد البهلي وأحمد السيف. والموضوع اتطور أكتر لدرجة إن رجل الأعمال السعودي محمد ابن غانم الرويلي اللي كان موجود في تايلاند، السعودية كلفته إن يتابع القضية هناك وقضايا اغتيال الوفد السعودي ده، كمان اتخطف واختفى تماما. وفي وسط كل القضايا اللي تصعدت بشكل عنيف ظهرت زوجات مسؤولين كبار في تايلاند بمناسبات رسمية متصورين ببعض مجوهرات مطابقة للمجوهرات
المجوهرات المسروقة من السعودية من قصر الأمير فيصل. في سنة 2013 في محكمة بانكوك اعترف شاهد وهو ضابط شرطة متقاعد بجريمة مقتل رجل الأعمال السعودي على إيد 5 من منسوبي الشرطة اشتركوا فيها بغرض إخفاء أدلة جرائم الاغتيال وجريمة السرقة الأصلية. وبعد ما قتلوه في مزرعة حرقوا جسمه بالكامل وسحقوا عظامه المتبقية وطحنوها ورموها في البحر. والشاهد استعان بدليل احتفظ به كل السنين دي وهو خاتم خاص برجل الأعمال المقتول استلمه من شرطي من المشاركين في القتل بغرض إصلاحه، بس هو فضل محتفظ به لحد ما سلمه للمحققين يوم المحاكمة. في سنة 2015 اتهمت السعودية 5 من كبار ضباط التايلانديين في تورطهم في جرائم الاغتيال وجريمة السرقة، ومن ضمنهم رئيس الشرطة زوجته اللي ظهرت في أكتر من مناسبة لابسة من المجوهرات المسروقة. صدمة التحقيقات شغالة أكتر من 30 سنة، وعلى فكرة الاغتيالات ما انتهتش، وكمان أختي المسؤولين تايلانديين كانوا مشاركين في التحقيقات عشان وصلوا للتلاعب اللي حاصل من الشرطة. ومعظم اغتيالات حوادث سير مدبرة أو قتل بطلقات رصاص وبتتأيد ضد مجهود. السعودية خلال ال 30 سنة دي قلصت العلاقات الدبلوماسية مع تايلاند ووقفت إصدار تأشيرات العمال التايلانديين وكمان منعت سفر المواطنين السعوديين لتايلاند. الغريبة إن كرين كيراي اللي كان سبب في البداية في السرقة خرج من السجن بعد 2 سنين بس، حسن سير وأخلاق، بس لما خرج حس إن هو سبب في كل الاغتيالات اللي حصلت دي وموت الأعداد الرهيبة اللي ملهمش ذنب، ده غير قطع عيش التايلانديين، فقرر إن هو يقضي اللي باقي من عمره راهب بوذي عشان يكفر عن ذنوبه وعلى نهج لصوص لكن ظرفاء. ومش بس كده، غير كرين كيراي تشيمونج اسمه لاسم جديد معناه صاحب العلم بالماس، يعني برضو وهو بيكفر عن ذنوبه مش سايب الماس في حاله. وفي يناير 2022 دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء التايلاندي ووزير الدفاع التايلاندي الجنرال برايوت تشان أوتشا للمملكة عشان يقربوا وجهات النظر وبحث القضايا المتعلقة بين البلدين. ونتج عن الاجتماع إعلان اتفاق لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وبين تايلاند. وبرضو الماسة الزرقاء اللي تسببت في كل ده لسه مختفية لحد النهاردة. وبس خلاص، كنت معاكم نور من عين مصر.